العام للتعاونيات قمة البنيان التعاوني في مصر. هذا البنيان الذي يتميز أن جميع قياداته من القاعدة إلى القمة قيادات منتخبة انتخابا حرا مباشرا. كلمة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاوني العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى كافة رسل الأنبياء أجمعين. تحية تقدير واحترام وإعزاز وإكبار للأستاذ الدكتور حسن كامل راتب هون في، ونحن في رحاب أكبر معهد تعاوني في الشرق الأوسط، تأسس عام 56، واللي أسسته الحركة التعاونية المصرية. هذا المعهد أنشأته الحركة التعاونية الاستهلاكية المصرية سنة 56. بنشكر الأستاذ الدكتور حسن راتب والأستاذ الدكتور أحمد خميس على يعني موافقتهم على عقد المؤتمر هنا وترحيبهم، ودفعونا دفعا كاملا لكي يعقد المؤتمر في هذا المعهد العملاق. وباسم الملايين من التعاونيين أعضاء الحركة التعاونية التي نشأت في مصر سنة 1908، حجم الحركة أعمال الحركة التعاونية السنوي اللي وضعه في الاستراتيجية من خلال الأرقام، ولجنة الاستراتيجية كانت مجموعة من العلماء كان برئاسهم الأستاذ الدكتور سعد النصار أرجو أن تحيوه، ومعاه رؤساء الاتحادات والدكتور حسن راتب والدكتور أحمد خميس والدكتور فاروق التلاوم الأفيف من علماء مصر. ووضعنا في الاستراتيجية للرئيس وعهد على نفسنا إنها خلال 5 سنين تتضاعف، بدل ما 62 مليار جنيه في السنة حجم عملها هيبقى إن شاء الله إلى 120 مليار، ثم تزيد سنويا بنسبة 10%. السادة الحضور أعضاء المؤتمر، السادة الوزراء والمحافظين وقيادات الحركة التعاونية الأهلية، احنا عايزين نبعت رسالة للرئيس وبصدق، لا فيها نفاق ولا حد منا يعني ما بيجريش ولا حاجة الحمد لله، يعني بنقول له لازم تترشح عشان تكمل يا رئيس. انت أقصت مصر مما كان يحدث، كان ممكن أن يحدث لا قدر الله، وما حدث في الدول المحيطة أخير شاهد على ذلك. والرسالة الثانية إن احنا بنقول الحركة التعاونية الشعبية مع الحركة التعاونية الأهلية أصبحت توأم، لا ينفصل ولا يتفرق أبدا. المعهد التعاوني الثلاثة مع الحركة التعاونية الشعبية مع الحركة الأهلية أيضا، لقد اختارت العناية الإلهية ليكون قدر مصر في أصعب سنوات يمر بها الوطن اقتصاديا واجتماعيا، والخطر المحدق بالوطن من الإرهاب، فمطلوب يعني دورنا في التنمية أن يتعاظم، لأن مع التنمية المتعاظمة هيقل الإرهاب بنسبة مع جهودنا في محاربة هذا الإرهاب إن شاء الله. واستطاع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل الله أن تكون له إنجازات غير مسبوقة لا ينكرها إلا جاحد أو معصوب العينين، بداية من شق وافتتاح قناة السويس والطرق والكباري الهائلة في جميع ربوع مصر، ومشروع المليون ونصف فدان، وإصلاح منظومة الكهرباء والقضاء العشوائيات، والحركة التعاونية المصرية بخمس أنشطتها، التعاون الزراعي ومساعده في المشروع المليون ونصف فدان، تعاون الثروة المائية في الاستزراع السمكي والإنتاجي الصناعات الصغيرة المتوسطة والإسكاني في مشروع الإسكان الاجتماعي، وسوف نساهم بجدية في هذه الخطة. ولا أطيل على حضراتكم، نوجه رسالة للسيد الرئيس لابد أن يرشح نفسه للدورة الثانية، وده يعني بأمر الحب زي ما بيقولوا، بأمر الحب بإذن الله. وتحيا مصر، تحيا مصر.
تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصر دور كبير ورائد في مجالات متعددة تهدف في المقام الأول لتقديم كافة الخدمات لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتغطي بخدماتها جميع أنحاء الجمهورية. كلمة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة 50 لإعداد الدستور المصري، عضو اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، الأستاذ الدكتور طلعت عبد الأول. السيدات والسادة الحضور، نرحب بكم جميعا بكل من حضر من جميع محافظات مصر، من السادة النواب، من السادة القيادات، من كل جموع الشعب. نرحب بكم، ولعل يعقد مؤتمرنا هذا وسفينة العالم تتعرض إلى أمواج وعواصف عاتية، وانخفض صوت العقل والمنطق والسلام، وضاعت الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأصبحت القوة والخروج على الشرعية هي اللغة السائدة التي تحكم العالم. ولعل المخطط الإمبريالي الأمريكي الصهيوني قد نجح في مخططه في تمزيق الشعوب العربية من خلال حروب طائفية ومذهبية، وسالت الدماء العربية الزكية بأياد عربية وبأسلحة وتخطيط صهيوني. والجائزة الكبرى لهم هي مصر، ولن يكون، لأن مصر آمنة بمشيئة الله، وأن أجنادها هم أخير أجناد الأرض، وأن أهلها في رباط إلى يوم الدين. السيدات والسادة، ونحن في هذه المرحلة الهامة في أمس الحاجة إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات والتصدي للشائعات التي تريد النيل من بلدنا، والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الوطنية وجيشنا وشرطتنا الباسلة. أما عن دور منظمات العمل الأهلي في التنمية والاستقرار، فأقول أن عدد الجمعيات كما ذكرت 47,800 جمعية منتشرة في كل ربوع مصر، وقد خص دستور 2014 عدد من المواد لدور مؤسسات المجتمع المدني، وخص بالذكر مادة وهي المادة 75 من دستور مصر للتحدث عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تقول للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري. موارد الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي اشتراكات الأعضاء، التبرعات، تراخيص جمع المال، وعائد الأنشطة
وصندوق على إعانة الجمعيات والتمويل الخارجي. وهنا أوضح أن نسبة الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي لا تزيد عن 1% من جملة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الوطن. وميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية متعددة، ومنها تنمية المجتمعات المحلية بعدد 17247 جمعية، الخدمات الثقافية والعلمية والدينية 13361 جمعية، حماية المستهلك، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الرعاية الصحية، رعاية المسنين والشيخوخة، ذوي الإعاقة، الأمومة والطفولة، الصداقة مع الشعوب، حقوق الإنسان، الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث. كما أنها ساعدت في تعزيز الأمن الاجتماعي، حيث تمثل منظمات العمل الأهلي الإطار القاعدي للمجتمع نظرا لما تعبر عنه عملية تكوينها وأدوارها الرعائية والخيرية. وأهداف الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتمشى تماما مع الخطة الجديدة للتنمية المستدامة 2030، والتي اعتمدها مؤتمر القمة للتنمية المستدامة الذي عقد في سبتمبر 2015، ويتمشى أيضا مع الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. ونظرا لضيق الوقت، فإنني سأقوم بإلقاء الضوء على عدد من الأهداف الخطة، وهي 17 هدف مرتبطة ب 169 غاية منشودة. الهدف الأول القضاء على الفقر بجميع أشكاله. كلنا نعلم أن طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقر في مصر 26.5%، والفقر هو منبع من منابع التي تؤدي إلى المرض، التسرب من التعليم، سوء التغذية، الزواج المبكر، التطرف والإرهاب. ومن أهم البرامج التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مواجهة الفقر، منها تقوم عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصرف مبالغ شهرية لعدد كبير من الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وكبار السن. تقوم عدد كبير من الجمعيات بتوفير فرص عمل في المشروعات التي تقوم بها للشباب والغير القادرين وللمرأة المعيلة. تقوم عدد كبير من الجمعيات بإعطاء الشباب والمرأة المعيلة قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويساهم ذلك في تقليل نسبة الفقر والبطالة. تقوم عدد من الجمعيات بإطلاق سراح الغريمات، ويمكن اللي متبني دي أكتر مصر الخير الدكتور علي جمعة، ودفع الغرامات الخاصة بهم. الهدف الثالث القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي. الأهداف اللي أنا بقولها ديت أهداف التنمية المستدامة اللي وافق عليها كل رؤساء العالم. تقوم عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبنك الطعام بتقديم وجبات يومية للمواطنين الفقراء في جميع محافظات مصر، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجمعيات بالقرى والأحياء الشعبية بالمجاني أو بقيمة رمزية. أنا بقول المبادرة اللي احنا بنعملها الاتحاد العام والاتحاد التعاوني والاتحاد الأخوات المهنية، هننزل الجمهورية كلها وبنقول للناس انزلهم شاركوا، وهنرد على كل الشائعات ونقول الإنجازات اللي اتحققت. ودي أنا أعتبرها رسالة مهمة جدا، لأن احنا كلنا النهاردة في خندق واحد، وكلنا النهاردة لابد ان احنا نقف ورا قيادتنا الوطنية. وتحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا المؤتمر لأنه مؤتمر مبني على الصدق والأمانة والإخلاص، فإن حضور حضراتكم جميعا يمثل استثناء للمؤتمرات التي نشهدها في عديد من المناسبات. يظن البعض أن التعاون مرتبط بالنظام الاشتراكي، وهذا غير صحيح كما ذكر الأستاذ الدكتور حسن الراتب، حيث نشأت الحركة التعاونية في العالم أساسا في الدول الرأسمالية، التعاون الاستهلاكي في إنجلترا مجموعة روتشيدل، وفي ألمانيا التعاون التسليفي، وفي فرنسا على سبيل المثال التعاون الإنتاجي وخاصة التعاون الزراعي. فالتعاون لا يرتبط بنظام اشتراكي أو نظام رأسمالي، وإنما هو مرتبط بما يسمى الاقتصاد الاجتماعي الذي يقوم على التعاون بين الأفراد والتعاضد والتراحم والدفاع عن مصالح. الدستور المصري الحقيقة نص على دعم التعاونيات، الدستور المصري على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها المختلفة، الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية، كما نص على أن الملكية التعاونية مصونة وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. فالدستور حمى الحركة التعاونية حماية كاملة. طبعا يمكن للحركة التعاونية المصرية والحركة الأهلية بما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية أن تقوم بدور أكثر فعالية في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، وأن تساهم بدرجة أكثر فعالية في تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة. ومن هنا جاء تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر والسيد الأستاذ الدكتور حسن راتب حينما شرف بلقاء سيادته، جاء تكليف فخامة الرئيس لهما ولمجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات بإعداد استراتيجية للحركة التعاونية المصرية حتى عام 2030، لكي تكون هذه الاستراتيجية أساس عمل الحركة التعاونية حتى عام 2030. عكفنا حوالي 6 شهور على إعداد هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية بتتضمن الأهداف والإمكانات والمحددات وآليات تنفيذ الاستراتيجية حتى 2030. أهم أهداف هذه الاستراتيجية أن تقوم الحركة التعاونية المصرية بدور أكثر فعالية في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، وأن تساهم بدرجة أكبر في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة. إمكانيات هذه الاستراتيجية طبعا زي ما ذكرنا إمكانيات مادية وبشرية كبيرة جدا، 12,000 منظمة، 18 مليون عضو منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية وعلى مختلف المستويات، أيضا حجم أعمال يصل إلى 62.5 مليار جنيه في السنة. احنا بنقول إن شاء الله من أهداف الاستراتيجية أن يتضاعف هذا الرقم في عام 2020 إلى 125 مليار جنيه مصري، ثم يزيد بعد ذلك بمعدل 10% سنويا حتى 2030. جئنا نحضر هذا اللقاء كي نشارك إخوة لنا من المحافظات الذين جاءوا لهذا اللقاء للحركة التعاونية الأهلية، ونحن جئنا من أجل مصر. سيناء وأبناء سيناء وشيوخ سيناء جاءوا لهذا اللقاء ليتأكدوا ويعلوا صوت سيناء إن سيناء هذه الأرض المصرية بقبائلها المصرية، وإن نؤكد أمام الجميع إن الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشرف على نهاية مدة الانتخاب، ويمكن القبائل في مصر
اللي تعدادها 25 مليون على مستوى الجمهورية غطوا الانتخابات الماضية. والآن ليه بنقول الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ما بنقولش من أجل شيء معين، بنتكلم بنقول الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز. ولو واحد عمل مزرعة، وأخواننا الفلاحين يعلموا، لو حد عمل مزرعة حيجني ثمارها في كم سنة؟ مش من قل 4-5 سنين حتى يجني ثمار. الأنجازات العظيمة اللي أنجزت في هذه الفترة الوجيزة الماضية، أو لو شكت عن انتهاء، شفنا قناة السويس، شفنا مليون ونص فدان، شفنا مشروع الضبع النووي، شفنا الإسكان، شفنا مشاريع كثيرة جدا. واحتمال كبير أن السيد الرئيس حقيقة سيصدر بيان بأنجازاته العظيمة. ويمكن الإنجاز العظيم ما يظنش المواطن المصري أن الدنيا حياة وردية، لا، فيها مشاكل، في غلاء، في ارتفاع أسعار، ولكن كل هذا بيعلي. فحقيقة هذا اللقاء المهم جدا لابد أن يذكر فيه الشيء المعقول والمحترم. نحن شفنا بعد الثورة إيه اللي حصل، شفنا مضايقات وقطع الكهرباء والمياه، وشفنا طوابير على محطات البنزين، شفنا كل هذا اختفى. الآن ونحن في بنشرف على مرحلة أو مرحلة انتخابية جديدة، لابد أن نتكاتف جميعا لحث الناس على الخروج لصناديق الانتخاب. ثم أيضا لابد أن الدولة بأجهزتها الأمنية ترصد تلك الذين يبثوا الإحباط لدى المواطن المصري. هذا شيء مخالف وشيء غلط. أبناء مصر حقيقة، شعب المصري كله بينجز، وحقيقة حينجز. ويمكن الفترة اللي شفناها إن الحرائق اللي اشتعلت حوالين مصر سواء في ليبيا أو في العراق أو في سوريا، هذه الحرائق أعلى 90 مليون، لو حصلت عندنا لا قدر الله هذه الحرائق، أي دولة هتحمل الشعب المصري؟ هنهاجر لمين؟ هنقعد نلجأ لمين؟ 90 مليون هيروحوا لمين؟ حمتنا القوات المسلحة بفضل الله، والشرطة بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بشكر الدكتور حسن راتب، وأشكر الحركة التعاونية، وبأشكر إخواني شيوخ وعواقل سيناء الذين جاءوا من سيناء من أمس وهم يستريون حتى يحضروا هذا اللقاء لدعم هذه المسيرة. وإنني بؤكد أمام الدكتور حسن راتب الذي سيحضر اللقاءات القادمة إلى المجلس القبائل، المجلس القومي للقبائل العربية، على مستوى الجمهورية سيعقد سلسلة مؤتمرات ابتداء من أول يناير إن شاء الله لدعم هذا التوجه. جينا بالمؤتمر من جيني، والله جينا دي بلد غالية على سيادة الرئيس. أنا من بلد اسمها قرية المراشدة اللي هو زارها الرئيس، قرية المراشدة اللي زارها الرئيس وعمل اهتمامه لمحافظة جيني. وأنا جاي بدلا عضو الجمعية المركزية من محافظة جيني لأبقول وهني الرئيس باهتمامه العظيم لمحافظة جيني وباقي محافظات الجمهورية. الرئيس ده رئيس عظيم، عمل انجازات عندنا في جيني، 5 محطات بنزين وطنية، عمل عمارات سكنية، عمل محطة مياه تبع الري ب190 مليون جنيه، عمل قرية كاملة في 1500 فدان، عمل صوامع في المراشدة، البلد الفقيرة بلد المراشدة اللي هو سيادة الرئيس زارها، زار جينا عشان قرية المراشدة، وجينا كلها بتسنده وبتقوله من أجلك يا ريس. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشح ل2018 من أجل المشروعات العملاقة، من أجل أمن مصر، من أجل قناة السويس، من أجل ما عملته في محافظة مطروح، الطاقة النووية في الضبعة، مشروع العملاق في ميناء جرجوب الذي هو طبعا منظور له أن يكون ثاني ميناء في الشرق الأوسط.
فمشروعات عملاقة كثيرة حقيقة هتوفر فرص للشباب في جمهورية مصر العربية. ونحن من آخر من غرب مصر، بوابة مصر الغربية، محافظة مطروح، نقول لفخامة الرئيس نحن معك، ونحن نطالب بأنك تستمر رئيسا لمصر دورة ثانية وثالثة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونكون عند وعدنا. وأنا أكلمك باسم محافظة مطروح بالكامل، جميع طوائفها، عمد ومشايخ وعواقل وشباب ومرأة في مطروح، نحن كلنا كمحافظة مطروح نعاهدك زي ما عاهدناك سابقا، فنحن وراك، نحن وراك، وإن شاء الله نهنيك وأنت رئيسا لمصر دورة ثانية بإرادة الله. حي الله تلك الوجوه المستبشرة والقلوب المحبة التي أتت من كل حدب وصوب لنتحدث معا بصوت عال وبدون أي محاذير لنعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. إن الإمام ابن تيمية الذين يتهمونه بالغلو والتشدد يقول: إذا تعارضت الشريعة مع أخطار تحيط بالوطن يقدم الوطن على الشريعة. لماذا؟ لأنه لو ضاع الوطن لن تكون هناك شريعة. إن مصر اليوم تحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد، وإذا كنا نحب الرئيس قراطا فنحب مصر 24 قراطا. مصر تعلو فوق كل اعتبار وتحتاج إلى رجل قوي. أليس القرآن عندما تحدثت بنت سيدنا شعيب قالت إحداهما: اختره يا أبي. لماذا؟ لأن خير من اخترت القوي الأمين. حتى سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال: اجعلني على خزائن مصر إني حفيظ عليم، قيل أنه قدم الأمانة على الكفاءة، لكن إذا نظرت إلى الآية 45 من سورة يوسف قال: الملك اليوم لدينا مكين أمين، أي يملك الكفاءة ويملك الأمانة. ولذلك نقول لكم أن مصر اليوم تناديكم، وأن القبائل العربية التي أتت من كل حدب وصوب لتعلن موقفها اليوم في الحركة التعاونية، نشكر فيها الدكتور حسن راتب. الدكتور حسن راتب الذي أقام الجامعة وأقام القرية وأقام المصنع، جاء لسيناء لا ليستثمر مالا فحسب، ولكن ليبني الحجر فينمي البشر. ولذلك إذا سألتموني من هو الدكتور حسن راتب أقول لكم: هو الرجل المخلص لوطنه، هو الرجل الذي يستولي على القلوب قبل العقول. ولذلك مهما تحدثنا عن الرجل وعطائه الذي يعطيه في سيناء لن نوفيه حقه، لكن أقول لمصر كلها أن هذا الرجل كل القبائل تحبه وتقدره، له ما لنا وعليه ما علينا. وأقول لكم أن مصر تناديكم. القضية ليست اختيار شخص فحسب، إنما اختيار وطن نريد أن نعلي رايته فوق كل اعتبار. ولتطمئنوا أن مصر عصية على التقسيم، لأن مصر التي ذكرت في القرآن: إن الذي يقرأ القرآن حتى قبل قيام الساعة بيوم سوف يقرأ. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فتظل مصر آمنة مطمئنة إلى قيام الساعة.